ايش اخلاق بسلمان انا التفكر يعني انسان فكره خوبكت وهزرا خوبكتن ابي ايك ايش اخلاق اساسيه ايش اخلاق بسلمان وايش اخلاق ديني بسلمان يعني ما انا شو تفكري بسلمان عزيز كل اخذنا مروف بيجتن رب العالمين دي بحاسبه مكتن آية او اخذتن باشا عن خرابه كل نشاط ام بكين كل عملك ام بكين همين تحت المراقبة وتحت المحاسبة رب العالمين دي حسيب قال مكتن آية تعفشو لكريا آية باشا عن خرابه ملاحظة بكن تماما ويخبرنا رب العالمين فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى خلاص مثقال ذرة باحتمالها بكيترين تشت مثقال ذرة شتما فيني تأخرنا كي بكي أنت كريارا كي بكي أجر باش بيت بوتا دي تحسيبي أجر نباش بيتن دي سلطة تحسيبي البرهن دي قلي بسلمانا قلك الصالحين موروث ما ثقافي دا التراث ما إنساني دا جبيري دين خده تعالى شكي أو نتو أو إنما وحيا أجن بري خبدين أولياء وصالحين حاجة كريت رب العالمين سبحانه وتعالى أخذنا وان يا محدود بو وذا تفكير أخو كان حتى أخذنا أخو كربا أما أجر عملي كربا ألف حساب وحساب أبي بينغ أبي بوهم آية خيرة أن شرة چنكي أو ترسيان أف آية مبارك دبر جابت خو آية أبا باشا خد تعالى دي خير داتا من أبا خرابة رب العالمين جهويك ومحاسبين قال مبكتن يعني شرعا وعقلا جهي محاسبية البرهند دائما مروبي يبسلمان مروبي واعي يمثقف تيقشتي اقدامي ناكت سر قتنك سر قرارك سر مشروعك إلا ألف حساب وحساب أو بكت هزر أخو بكت آية موقعي دي بتاتشي آية دي بتخلتي آن دي بتدرستي أجب تعف تفكيرا كره وتماما تماما وإقدام سرقوتناك كره آن قرارك آن شولك حتى خلت ببيت خده تعالى دي بخير بو نبيستن لأنه بو أوي اجتهادا كري أوي خذ أحمد تفكيرا خويا كري ويلا يلا أبا يا كري لكن أخطأ في تفكيره أبا حسيبك أبا بنا يتحسيبين أما بتفكير وبهزر قرارك بدتن أن أخفناك بيشتن أن كريارك بكت عملي أي عمل كان قوتناك أي قوتن بتفكير وبشبه تدخل فيه رجع قيامات رب العالمين محاسبه دلتن وما خاطره في الدنيا داجيته البرهند علماء ما خده تعالى جرازي بتن تصرف موضوعي بالذات علماء ما علماء أعلام السلبي موضوع آخر تسال موضوع التفكر في الأشياء قبل الإقدام عليها هذا يتخبك أفا خيرا عن شر قالي بسلمان آخرة خبدنا بيش جابت خو دين خبدنا بيش جابت خو آخرة خو ندنا بدنيا خو دين خو ندنا بدنيا خو هر قرارهم بدن هر آخفناهم بيشن هر آخفناهم كان هر كريارهم كان ملاحظة مرنا خوب كان ملاحظة قبري خوب كان ملاحظة ويب كان تدي سابرا صراطي راشي ملاحظة ويب كان يعني تدي راوس المحكمة خده تعالى ويب كان أواوكو إمام حسن البصري خده تعالى جرازي بيت قلت يا عمر بن هبيرة الفزاري الوالي على العراق قلت يا ابن هبيرة أبا إمام حسن البصري قلت يا ابو تبين وخف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله واعلم أن الله عز وجل ينجيك من يزيد وأن يزيد لا ينجيك من الله سبحانه وتعالى قلت يا ابن هبيرة يا والي يا رئيس دولة عراقي تقوى خده تعالى بترسش إطاعة يزيدي أكا إطاعة يزيدي مخالف شرعي خده تعالى بترسى شنكرو جايدي ايتن رب العالمين أكيد تقول خبدا خد تعالى تقرب العالمين بي رب العالمين دي قرطال كتنش عذاب يزيد الدنيا إذا بل أجر عوب تقول خبدا يزيد بمخالف دين خد تعالى رجع قيامته يزيد تخلصنا كتنش عذاب خد تعالى يعني شو يا مسلمين قول خبدنا خد تعالى كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى
سنتا پیغمبر حبیب صلی الله علیه و سلم چه جایزه چه نجایزه تو مشتاقی کو خود تعالی تعفو کتن و تو بجهیت گل پیغمبر حبیب صلی الله علیه و سلم حشرات بیتا کرین و البحشتا خود تعالی او عبابید مطلباوی عبابید دا خازاوی دیدگل خود تعالی بتن مهما کن و دیدگل پیغمبری بی صلی الله علیه و سلم مهما کن یعنی فی السرائی و الضرائی أبنيت مستهل بحشكنا خدي تعالى وبشفاعة بيغمبري حبيب صلى الله عليه وسلم دنيا كسي خلاصنا كتن أف حف حفا دنيا ودنگو دنگو دنگو سر دنيا يا دنيا غري غيري رضي الله تعالى عن علي يا دنيا غري غيري فإني قد طلقتك ثلاثا لا رجعة بعدها يعني علي بن أبي طالب العملاق رضي الله عنه دنيا طلابة ديش والله تنهاية الدلي مدى دعا مروفيت صالح أبابو اللهم لا تجعل الدنيا في قلوبنا واجعلها في أكفنا يا مسلمين انتباهي بكم زفر نبا هنزانن كوهنة كيباتشن بدي دي مروفيت بينبش نكبنش دي مروفيت خراب نكبن بري خبدانا ديني خو آخرتا خو مستقبلي خو مستقبلي مرني ومستقبلي قبلي ومستقبلي رجا قيامتي فكرة خوب دانا شوري هم هناك بابا غاوة كي بابا غاوة هم خلقي خو هلا بتماجي خو طلاب بيجي كي يعني باشت بيجن دواتل كي دا بيجي خودين هم خلق واد بيجتن يا أخي أساس دواتنين أبدا بهيا ندواتا يعني مثلا ما عيني مثلا يعني فان كسايا يعني نظانتن مالا دواتل كي دا وترقصيتن مخابن ببصلمانا بتفكير بن جبرند علماء المد بيجتن بيجد قلي أمت يتعطي بسلمان بوي لكن فاقدة الوعينا بسلمان راسته لكن وعيوان وثقافته وان تيجشنان فكره وان ضحلة قلت حسيب وعد بيشن أرجعوا للسير يعني شونا وان شونا سقطة فكره وان نينة ثقافته وان راسته بسلمان واعتزازه بسلام أخوك لكن نوعية نرفع كونه كسبية نا ترى خوش دين خزان مهمة بوان قو دين بزان اما مجرد بابي نوشتكر بابي رتكر و دابي رتكر و خلاص يعني وجات كتن اما اقدت سؤال اللي بكي ابدا فافرغ من فؤاد امي موسى بينما بري خودنا نيارت خده تعالى جماعات يت ابد بيدين ابد هكذا بسلمان هذا يسعكنا ثقافته وان وعيه وان چن کی بوچی بسلمان حتی حال حاضری مزیفت دادن الله عالم گلکا هر نظام بیج خطیبی چی گفت بیج خودی نظام در کفت رجع بی خفی حنین ابدا ما حصل شی اگر دلیوجی نبیج اوه یا معوات و چه زمانه یعنی عود خو فرس کسر خطیبی اگر خطیب طبعا یه درست بکید نه درست ام همید گلدانینین اگر خلطی بتن خلطی یا مرفوض نکمیا لیکن شی علا شی انو تو پنج هدی درستی بیجتن یعنی چنکی نشد جه راستیه فهم تفکیر آخو بکن یعنی بخین بزانی آیت چیه چنه فا بیشتن گل داخل بون وی گل حسیب کن کو اف امتا یعنی فعلا امت حی مرد بیشت والله اف امتا ماشالله چند باشه چند تیگش که فلان بیشت ولیکن فی الحقیقت مغمى علیها دیده بری خدای نوستین طبعه که هاگش خونه ابدا برکل بند پیتوان کشن هاگش خونه نه فکره نه ثقافته نه وعیه نه تیجشنه مالسف بعضه که امته بعضه که اشخاصه بعضه که قومه اسلامت یوان یهویه البرهنده اگلی بسلمانه اگر تشخیصه که درست بو بیتا کرنه یعنی فقصه که راست و درست